أبي طالب رجع يوم من الأيام بيتهم الظهر، حر حر الكوفة العراق، وإذا بامرأة واقفة على باب بيت الإمام تقول لي إن زوجي ظلمني وأخافني وتعدى علي وحلف ليضربني، بعد يعني مو خلص، بعد في ضرب جاي. فقال يا أمة الله اصبري حتى يبرد النهار، حر الآن، ثم أذهب معك إن شاء الله. قالت يشتد غضبه وحرده علي، كل ما تأخرت الشيطان بينفخ فيه بيزيد حمد. طأطأ الإمام رأسه ثم رفع رأسه، قال لا، أو يؤخذ للمظلوم حقه غير متعتع، وقام وياها في حر الشمس وجو وصل للباب، السلام عليكم، سلم على أهل البيت حتى زوجها يسمع ويطلع. طلع لا به شاب أمير مؤمنين خلافة نهاية عمره، يعني قريب الستين فوق الستين، فهذا شايب والشاب والزوج شاب وما يعرف هذا أمير مؤمنين وهذا رئيس الدولة ما يدري. فقال لي الإمام، وش قال لي الإمام علي؟ يا عبد الله اتق الله، فإنك قد أخفتها وأخرجتها. فقال الفتى ما أنت وذاك، اش دخلك انت، تعال اش دخلك، ايه كذي يعني خاطب أمير المؤمنين بهاللغة. ثم هدد قال والله لأحرقها لكلامك، يوم دخلتك وسطتك أحين أحرقها. أمير المؤمنين حط يده على مقبض سيفه وقال لي آمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر، تستقبلني بالمنكر وتنكر المعروف؟ إلا الناس جاية السلام عليكم يا أمير المؤمنين، اللي يعرفون جو طايفين شافوه سلموا عليه، الحين عرف أن اللي قدامه أولا بطل الأبطال وثانيا أمير المؤمنين رئيس الدولة. الرواية تقول شنو سوى؟ سقط الرجل في يديه وقال أقلني عثرتي يا أمير المؤمنين، فوالله لأكونن لها أرضا تطأني، بصير له أرض تراب تدوس لي بس أنت سامحني. فأغمد علي سيفه والتفت إلى المرأة قال ادخلي منزلك ولا تلجئي زوجك إلى مثل هذا وشبهه، مثل ما وصاه وصاها، قال له لا تسوي شيء يخليه يطلع من طورة ويرجع إلى هالحالات. هذا علي بن أبي طالب ما أجل القضية، ما يقدر يهنأ براحة وهناك مظلوم يرتعب، قام ياخذ بحقه. لهذا أهل العراق حنوا لعدل علي بعد أن فقدوه، وأبات شعرهم يترحم على العدل المدفون في قبره، الآن يطمعون في ذلك العدل. علي قتل، الحسن قتل، ليس إلا الحسين يحكي عدل علي عدل